النهاردة انتم تتحدثون عن ايضا اتحاد، لان احنا كدول المنطقة دي متأثرين وملناش دعوة باللي حصل في هذا المناخ وفي التغيرات المناخية، وتنتحدث بتكتل. التكتل في مثل هذه الامور هام للغاية. الرئيس قال ايه بقى؟ ان مصر حرصت على الانضمام لمبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الاوسط وشرق المتوسط، وان هذه المبادرة لتغير المناخ تنطوي على مكون علمي لا غنى عنه، وان المنطقة الاقليمية من اكثر العالم مناطق العالم تضررا، احنا متضررين من تبعات تغير المناخ. وطبعا هذا الحديث كان ايضا في حضور الرئيس القبرصي، وكان له ايضا هو تعليقات، ومن ضمنها ان هو اشاد بانعقاد قمة المناخ في مصر، وان اكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي له اهتمام كبير بقضية المناخ. وطبعا حضراتكم عارفين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن قضية المناخ عدة مرات، ومن ضمنها مرة كان ممثلا للقارة الافريقية ويتحدث باسم كل افريقيا. فالدنيا هنا بتنظر الى حديث الرئيس ليس فقط على انه ممثلا لمصر التي تستضيف هذا المؤتمر، ولكنها ايضا تنظر اليه على انه ممثل لقارة، ممثل لاتحادات، ممثل لتكتلات مختلفة. الرئيس القبرصي ايضا قال ان في اهتمام كبير باجراء ابحاث بشأن اضرار التغيرات المناخية. بعد اذن حضراتكم، كل دولة بتقدم بحث وتقول المناخ ده لما اتغير اثر في الدولة دي ازاي، واثر في المنطقة دي ازاي، اثر على المية ازاي. اثر بنسبة المية، اسمحوا لي بعد اذنكم. كويس. طيب انا لما بعمل هذه الدراسات بطلع بيها كمكون علمي، انا بواجه ايه؟ بواجه دراسات اخرى عملها الدول العظمى، فانا باجي اقول لهم لا والله انا عندي المياه اتغيرت بالشكل الفلاني، انا عندي المناخ اتغير بالشكل الفلاني. ليه؟ لان لا يمكن ان تكون مصدر واحد فقط لا غير لدراسات تغير المناخ في العالم. رئيس الوزراء اليوناني ايضا ناقش مع الرئيس السيسي تصدير الطاقة الى اوروبا. خدوا بالكم دي مناطق هامة للغاية في الفترة القادمة، وبتحصل على هامش مؤتمر المناخ. هو ايه جاب المناخ لتصدير الطاقة؟ ايوة يا فندم، العالم كله بكل مشاكله بيجي بيتجمع، فيجب ان يناقش كل الملفات المتاحة امامه التي لها علاقة. الطاقة لها علاقة بالمناخ، والمناخ لها علاقة بالاقتصاد، والاقتصاد لها علاقة بالسياسة، والسياسة لها علاقة بالمستقبل، والشباب لها علاقة بالمستقبل. كل هذه الاشياء تجتمع معا.